التي كانت مرتقبة أمام فريق حسنيات أكادير. ابتدأت بمراكش من دون مشاكل، انتقل بعدها لأكادير ليجد صعوبة كبيرة في إيجاد ملعب للتدريب، ثلاثة منها حسب المسؤولين السوسيين تخضع للإصلاح، ليضطر إلى خوض بعض الحصص في ملحق ملعب أحمد فانا لأولمبيك التشيرة. كيف يعني التفاصيل المتاعب ديال فريق شباب الريف الحسيمي سنتابعها في ورقة لمراد سيميا وسالمي الهواري. لا يمكن الحديث عن فريق جاهز إلا بتوفر كل شروط الممارسة السليمة. شباب الريف الحسيمي وبما أن ملعبه ميمون العرسي يخضع لإصلاحات عديدة، انتقل إلى مراكش ثم أكادير في رحلة طويلة لملاقاة الفريق المحلي. الريفيون تفاجأوا كما فوجئنا نحن كطاقم تلفزي بعدم توفر ملعب للتدريب. انا اللي تاسفني انه الانديه ديال الجنوب خصوصا ديال اكادير ما تسندتش مع هذا الفريق الصاعد اللي هو شباب الحسيمه، بحيث انه اتصلنا بالمسؤولين على الملعب المبيعات او الملحق ديالو، قالوا لنا تيخضع للدواء ديال ايتملوا الدواء ديال التشيره اللي رانتم شفتوا اليوم، ملعب جميل جدا ولكن تيخضع لما نعرف يا شنو الى اخره. فكل الانديه ديال الجنوب ديال اكادير دورت ظهرها للشباب الريف الحسيمي، واعتقد ان هذا ماشي روح رياضيه، لان ربما الانديه غتجي فرصه اللي غيجيو الحسيمه ولا غيجيو منطقه الريف اللي عزيزه علينا كلنا، وربما غيحتاجوا دعم ومسانده من هذه الانديه. انا جينا صحبنا هذا الشيء نخدموا نتريو فيه، وكان بروبليم ما ديالاش ديال الدوله ما شنو، مي صافي بارتي دي ديفيكولتي اللي عندنا هذا العام، والحمد لله هاد الكونسونطراسيون ماشي هاد الكونسونطراسيون اللي عندنا هي اللي جمعت الفرقه وجمعت الجروب وخلات واحد اون امبيونس اللي كاينه في الفرقه، و جو بونس اللي غادا تعاوننا في العام كامل في لا سيزون كامله. دونك جو بونس كو سي الافونتاج اللي عندنا في هاد لو ديبي دو سيزون. فوزه الاخير على الدفاع الجديد زرع في مكونات الفريق ثقه غير عاديه رغم الصعوبات التي واجهوها ولا زالوا. الانتصار وتقديم الأفضل شعاران حملهما فريق اسمه شباب الريف الحسيمي. لا أعتقد أن هذا فريق، أنا نبصم لك بالعشرة أنه فريق سيستمر في القسم الوطني الأول. هذا فريق عنده ملامح ديال الفريق اللي غادي في الطريق الصحيح، وأنه يكون ضمن الأندية ديال القسم الوطني الأول الموسم المقبل، وتمنى تعيد هذا التصريح بعد نهاية الموسم. سنكون سعيدين جدا بإعادة هذا التصريح الموسم المقبل عبد القادر يمير، وسنكون فرحين أكثر عندما نشاهد شباب الريف الحسيمي وهو يقارع الكبار في قسم الصفوة. فكل الحظ لممثل الريف الذي تتوفر فيه فعلا كل مقومات الفريق الكبير. أكيد يعني اللي عجبني هو التفاؤل الكبير ديال يعني المدرب يمير.